قال الإمام الصادق عليه السلام: تدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. ومن معرفة حقه أن تعلم أنه إمام مفترض الطاعة، ومن طاعته أن تتأدب بآداب الزيارة، فلا تقترف ذنبا أو معصية لا سيما في حضرته، ولا تنشغل عن الزيارة بأمور الدنيا، وأن تختار الهيئة واللباس المناسبين للزيارة. صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة